وأبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والعناوين. وزيرة الصحة تعلن عن تفعيل مبادرة الرئيس السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا اعتبارا من الغد تحت شعار 100 مليون صحة، وتؤكد حرص الدولة على توفير مخزون كافي من الأكسجين الطبي بمستشفيات الجمهورية. وزارة الصحة تعلن انخفاضا جديدا في أعداد مصابي كورونا، وتسجل 1277 حالة إيجابية و58 حالة وفاة، وحالات التعافي ترتفع إلى 115,000 تقريبا. رئيس الوزراء البريطاني يعلن فرض إغلاق شامل جديد بسبب تزايد حالات كورونا بشكل حاد، ويشير إلى تعرض المنظومة الصحية لضغوط هي الأكبر منذ بدء الجائحة. والولايات المتحدة تعتبر قرار إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بأنه ابتزاز نووي، والاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب الخطوة ويعتبرها مخالفة كبيرة للاتفاق الموقع مع الدول الكبرى. وفي ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، طهران تعلن عن إجراء مناورات واسعة النطاق اليوم باستخدام الطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية أيضا.